أهلا بكم إلى ظهيرة من الميادين. وفي عناوينها لهذا اليوم: السلطات الباكستانية تعتقل عمران خان بعد صدور حكم بسجنه 3 سنوات، ورئيس الوزراء السابق يدعو أنصاره إلى التظاهر السلمي وعدم الصمت. الله أكبر، الله أكبر. غارة جوية روسية وسورية على مقر لهيئة تحرير الشام غرب إدلب. الله أكبر. هجوم أوكراني بزورق مسير يحمل 450 كيلوغراما من مادة TNT على ناقلة نفط روسية في البحر الأسود. إيران تعلن تزويد بحرية حرس الثورة مسيرات متطورة تتجاوز الحروب الإلكترونية وصواريخ بمديات جديدة ودقيقة يمكن توجيهها عن بعد. اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوب الخرطوم، والجانبان يتبادلان الاتهامات ويتحدثان عن انضمامات متبادلة. حزب رئيس النيجر يعلن احتجاز الانقلابيين 6 وزراء، وفرنسا تعلن دعمها جهود إيكواس عشية انتهاء مهلة التدخل العسكري غدا. ونستهل الظهيرة من باكستان، حيث ألقت الشرطة اليوم القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في مكان مجهول في مدينة لاهور، على أن ينقل إلى السجن المركزي في راولبندي بحسب مذكرة اعتقال وفق ما ذكرت وسائل إعلام باكستانية. التلفزيون الباكستاني أشار إلى أن رئيس الوزراء السابق عمران خان أدين بتهمة الفساد وحكم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية تتعلق ببيع هدايا تلقاها في أثناء تقلده منصبه. وزير الإعلام الباكستاني قال أن اعتقال عمران خان تم بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة في المحاكمة، وأن لا علاقة لذلك بالانتخابات. في المقابل قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق في تسجيل مصور خاطب فيه أنصاره قبل اعتقاله إن هذا الاعتقال كان متوقعا، وأضاف خان أن لديه نداء واحدا فقط، وهو أن لا يجلسوا في منازلهم صامتين وأن يتظاهروا سلميا حتى ينالوا حقوقهم، داعيا حزبه إلى التزام السلمية وأن يبقى قويا في دعمه بعد اعتقاله. في الوقت الذي تسمعون فيه هذا البيان سأكون رهن الاعتقال، لدي نداء واحد لا غير، لا تبقوا في بيوتكم صامتين. أنا أناضل من أجلكم ومن أجل البلاد ومستقبل أبنائكم. عليكم أن تستمروا في الاحتجاج سلميا حتى الحصول على حقوقكم وعلى أكبر حق رئيس، وهو انتخاب حكومتكم التي تختارونها بالتصويت. لا تسمحوا لأي جماعة متسلقة بأن تحكم البلاد كما يفعلون هم اليوم. هذا وخرج المئات من مناصري رئيس الوزراء الباكستاني السابق للاحتجاج على قرار اعتقاله. وللمزيد معنا من اسلام اباد مدير مكتب الميادين بكر يونس. بكر اهلا وسهلا بك معنا اليوم. بكر، الاجراءات المتوقعه التي يعني يفترض ان يواجهها خان بعد اعتقاله، هل موضوع الكفاله الماليه قادر على اخراجه من السجن؟ بالنسبة لموضوع الكفالة المالية، فريق المحاماة الذي يترافع عن عمران خان قال بأنه يسعى بالفعل إلى إحراز كفالة مالية لوقف عملية السجن التي من المفترض أن تتم الآن. من المتوقع أيضا أن تقوم لجنة الانتخابات بإصدار بيان رسمي توضح فيه أن عمران خان بالفعل أصبح غير مؤهل لخوض الانتخابات، وأنه بناء على ذلك لن يسمح له بالعمل السياسي لمدة 5 سنوات بناء على قرار المحكمة. هذا البيان وهذا القرار لم يصدر حتى الآن من لجنة الانتخابات الباكستانية، لعل هناك خلاف قد يحدث بين لجنة الانتخابات وبين القرار القضائي. لابد أن نشير إلى أن القرار الآن هو قرار قضائي بعيد عن الحكومة الباكستانية، وهذا يعني بأن المواجهة الحالية هي لم تعد مواجهة بين المعارضة
والحكومة، وإنما أصبحت مواجهة بين حزب عمران خان وشخصية عمران خان وبين القضاء الباكستاني، وهذا أمر يصعب بالفعل الكثير جدا من الأمر على عمران خان. من المتوقع أن يصل عمران خان إلى إسلام أباد، ومن ثم سيتم نقله بالطيارة المروحية إلى سجن عيدالة في مدينة راولبندي، وهذا السجن طبعا هو مخصص لمثل هذه الشخصيات. لكن هناك إجراءات أخرى طبعا سيواجه عمران خان من خلال نقله إلى السجن، إضافة إلى ذلك سيكون هناك إغلاق لمنزله في مدينة لاهور حسب ما توضح مصادر من قبل حزب الإنصاف، الذي يقول بأن هناك تحركات للشرطة الباكستانية لمنع أي أحد من التواجد في منزله في مدينة لاهور. إذن إجراءات عديدة سيواجهها بالفعل عمران خان الآن، ومتوقع أن يبقى في السجن حتى يتمكن فريق محاماته الترافع عنه وإحراز كفالة مالية، وإلا سيبقى في السجن حتى إشعار آخر. طيب أود أن أسألك عن الأجواء في الشارع وردود الشعبية. حتى الآن لا يوجد هناك تحرك حقيقة كبير في الأوساط الباكستانية. الحزب قال بأنه سيقوم بدراسة تصرف وردود فعل معينة، لا يريد أن يكون هناك تصرف من شكل أحد الجانب، وحتى لا يكون هناك ضغط مرة أخرى جديد من قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل الجيش على الحزب بشكل خاص. يريد أن يكون هناك تضامن شعبي وتكافل شعبي في هذا الموضوع، لذا أعتقد أنه سيكون هذه المرة حذر في التحرك ضد قرار المحكمة ضد عمران خان. طيب بكر، من المتوقع أن هذه الحكومة الحالية أن تحل مجلسها خلال الأيام المقبلة، هل فعلا كان مجدي القيام بهذا العمل وهذا الإجراء بالتالي وأبعاد عمران خان عن المشهد السياسي؟ حل الحكومة يعني انتقال إلى حكومة انتقالية، ويعني أيضا البدء بالترتيبات للانتخابات العامة المقبلة. يبدو بالفعل أن الحكومة قد دعمت هذا القرار حتى يبتعد عمران خان عن المشهد السياسي ويبتعد عن الانتخابات العامة المقبلة. سيكون بالفعل مجدي بالنسبة للحكومة أو بالنسبة لحزب الرابطة الإسلامية وحزب الشعب الباكستاني، الأحزاب الأكبر في الانتخابات العامة المقبلة، سيكون بالفعل مجدي لهم أن لا يكون هناك عمران خان في الانتخابات المقبلة، لأنه كما يرونه أصبح يشكل بالفعل خطر عليهم ومنافس كبير جدا في الانتخابات العامة المقبلة. مدير مكتب الميادين في إسلام أباد بكر يونس، شكرا جزيلا لك. إلى سوريا، حيث نفذ سلاح الجو الروسي والسوري 4 غارات جوية في شمال البلاد. الغارات استهدفت مقر لهيئة تحرير الشام في الجهة الغربية لمدينة إدلب شمال غرب سوريا، وحققت الأهداف المرجوة منها. الله أكبر، الله أكبر. ما هي هذه الأهداف التي تم تحقيقها من خلال هذه الضربات الجوية مشاهدين لسلاح الجو السوري والروسي؟ هذا ما سنسأل عنه مراسل ميادين رضا الباشا من حلب. إذن ما هي هذه الأهداف التي حققتها هذه الغارات رضا؟ نعم عبد الرحمن، فعلا اعتدنا أن تكون الغارات الجوية ليست فقط بهدف القيام بغارات جوية، وإنما استهداف مقرات أساسية. هذه المنطقة تعتبر أهم المناطق التي تتواجد فيها مراكز أمنية، إضافة إلى مراكز المعلومات لدى هيئة تحرير الشام، إضافة إلى أنها غرف عمليات من أجل قيادة أي توجيهات للجماعات المسلحة في هذه المنطقة ضد نقاط الجيش السوري أو حتى على خطوط الجبهات بشكل مباشر. يوم البارحة كان هناك تصعيد من قبل الجماعات المسلحة، تم استهداف نقاط الجيش السوري بالصواريخ، إضافة إلى استخدام الصواريخ الموجهة في استهداف آليات للجيش السوري على الجبهة الغربية لمدينة حلب التي تعتبر هي الجبهة الأقرب إلى إدلب بطبيعة الحال. هذا الاستهداف كان لابد للجيش السوري أن يرد عليه بطريقة أو بأخرى من خلال التصعيد. كان هناك قصف مدفعي وإضافة إلى قصف صاروخي لنقاط الجماعات المسلحة على الجبهة الغربية لمدينة حلب، بدأت منذ تقريبا بعد ظهر يوم البارحة وصولا إلى صباح هذا اليوم، ومن ثم تم استكمال هذه العملية بعد رصد تحرك الجماعات المسلحة واتجاهها إلى الجهات الغربية لمدينة إدلب من قبل الطيران المسير، لأن عمليات القصف والغارات الجوية عبد الرحمن التي تمت كان يرافقها طائرات مسيرة تحددت المراكز بدقة، ومن ثم تمت عمليات القصف الجوي من قبل الطائرات الحربية سواء كان في الجيش السوري أو الطائرات الحربية الروسية. طبعا ماذا تحتوي هذه المراكز؟ سننتظر المعلومات أكثر من قبل الجيش السوري ومن قبل بيان الجيش السوري أو حتى من قبل القوات الجوفضائية الروسية العاملة في سوريا، ولكن إلى الآن المؤكد بأن الاستهداف كان لمقرات لهيئة تحرير الشام وتحديدا غرفة قيادة العمليات، وإضافة إلى مقرات المعلومات ومقرات الرصد التابعة لهيئة تحرير الشام في هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك مراسل ميادين رضا الباشا، كنت معنا من مدينة حلب.
إلى العراق، حيث شرعت قوة من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي في عملية أمنية كبيرة في المحافظة. وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي أن العملية شاركت فيها ألوية الحشد فضلا عن مشاركة قوة من الجيش وفوج طوارئ نينوى، وأشار إلى أن العملية تهدف إلى القضاء على فلول داعش وتأمين مناطق جنوب الموصل بشكل كامل. هذا وأفادت خلية الإعلام الأمني بتنفيذ قوات جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات في مناطق متفرقة أسفرت عن القبض على 8 إرهابيين. والآن إلى آخر تطورات الصراع الروسي الأطلسي المتسارعة غداة استهداف ناقلة نفط روسية في البحر الأسود. نقلت وكالة رويترز عن مصدر استخبارات أوكراني أن زورقا مسيرا يحمل 450 كيلوغراما من مادة تي أن تي ضرب ناقلة كانت تنقل الوقود إلى القوات الروسية. في المقابل أكدت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل البحري والنهري أن غرفة المحركات في الناقلة SIG الروسية تعرضت لأضرار قرب شبه جزيرة القرم بعد تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة بحرية، مضيفة أن الهجوم لم يتسبب بوقوع إصابات. إلى ذلك أعلنت القوات الروسية أنها أحبطت عدة هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمن، وأمكنها تكبيد قوات كييف خسارة بشرية تصل إلى 90 فردا. كذلك أعلنت القوات الروسية السيطرة على بلدة في منطقة كوبيانسك شمال شرق أوكرانيا، حيث تشن قوات موسكو هجوما منذ أسابيع خلافا لما يحصل على الجبهة الجنوبية، حيث تصد هجوما أوكرانيا مضادا. وسط هذه الأجواء تستضيف مدينة جدة اليوم محادثات حول الأزمة الأوكرانية تستمر يومين يشارك فيها مستشارو الأمن الوطني وممثلو 30 دولة ليس من بينهم روسيا. وقد أكدت السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم وتعزيز الحوار والتعاون والتنسيق على المستوى الدولي وحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية والسياسية. هذا وأفاد مصدر لوكالة تاس بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد يشارك في الاجتماع. إلى ذلك قالت الخارجية الروسية إن أي قرارات تصدر من دون مشاركة روسيا ستكون بلا معنى، مشيرة إلى أن هناك مجالا لمناقشة النتائج التي ستصدر عن محادثات جدة لاحقا. في المقابل توقع رئيس الوفد الأوكراني أن تكون المحادثات في السعودية صعبة، مشيرا إلى أن كييف تعول على إقناع مزيد من الدول بدعم صيغتها للسلام. وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قد شدد على أهمية اجتماع اليوم. سيشارك عدد من الدول من مختلف القارات بما في ذلك دول عالم الجنوب. هذا مهم للغاية، لأنه عندما يتعلق الأمر بمسألة الأمن الغذائي فأن مصير ملايين الأشخاص في أفريقيا وآسيا وأجزاء أخرى من العالم يعتمد بشكل مباشر على مدى سرعة تنفيذ العالم لمعادلة السلام. على خط موازن أعلن مهندسون روس أن بلادهم بدأت إنتاج الطائرة المسيرة الانتحارية غاستيلو التي جرى تطويرها مع مراعاة رغبات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة. وكالة سبوتنيك قد نقلت عن هؤلاء المسؤولين أنه جرى تطوير الطائرة المسيرة الروسية الجديدة FPV مشيرين إلى أن الطائرة قادرة على التحليق ليلا. ولفتوا إلى أن الطائرات المسيرة التي تم تجميعها على خط النقل الجديد تتكون من 30% من مكونات روسية الصنع.
من روسيا إلى إيران، حيث كشفت البحرية الإيرانية في حرس الثورة عن تزودها بمنظومات ومعدات استراتيجية جديدة بحضور قائد الحرس اللواء حسين سلامي. ومن بين المعدات العسكرية الجديدة التي جرى كشف النقاب عنها مسيرات بعيدة المدى مجهزة بمنظومات الحرب الإلكترونية، إضافة إلى صواريخ باليستية وكروز متطورة تعمل بتقنية الذكاء الصناعي. لقد أكد قائد بحرية حرس الثورة العميد علي رضا تنكسيري أهمية هذه التجهيزات. جرى تزويد بحرية حرس الثورة بالطائرات المسيرة القادرة على القيام بمهامها متجاوزة الحروب الإلكترونية والإقلاع والهبوط من دون توجيه. أهم ما جرى تجهيزنا به اليوم هو الصواريخ التي رفع مستوى مدياتها وعززت دقتها إلى حد كبير. هذه الصواريخ تخزن مسارات متعددة الأهداف، وهي قادرة على الوصول لأي هدف من خلال توجيهها عن بعد حتى بعد الإطلاق. وللمزيد معنا من طهران مراسل الميادين سياوش فلاحبور. سياوش أهلا وسهلا بك معنا، أخبرنا أكثر عن هذه المعدات والتجهيزات، أخبرنا عن أهميتها، لماذا هي مهمة، أخبرنا عن قدراتها وماذا تضيف للبحرية الإيرانية. تحياتي لكم. نعم، عمليا كما ذكرتم ما جرى اليوم هو أن وزارة الدفاع الإيرانية زودت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة بأحدث وأهم أنظمة ومعدات عسكرية وأسلحة التي تم إنتاجها في إيران بالاعتماد على القدرات والإمكانيات الإيرانية. ما جرى اليوم خلال مراسم شارك فيها القائد العام لحرس الثورة اللواء سلامي هو أن وزارة الدفاع الإيرانية زودت الزوارق التابعة لبحرية حرس الثورة بالصواريخ باليستية وصواريخ كروز تتراوح مداها بين 300 و1000 كيلومتر، إلى جانب كافة أنواع المسيرات الاستكشافية والمعلوماتية والقتالية، إلى جانب كما ذكرتم أنظمة الحرب الإلكترونية. كما هو واضح هناك تركيز واضح خلال الأشهر الماضية عند القوات العسكرية والمسلحة الإيرانية على تعزيز قدراتها في هذا المجال بالتحديد، مجال الحرب الإلكترونية، وتعزيز قدراتها بالأنظمة التي تمكن هذه القدرات من مواجهة أي تحديد من هذا النوع. ومن هذه الناحية يمكن القول أن الرسائل الإيرانية موجهة لأي طرف، لأن الطرف الوحيد في هذه المنطقة الذي يمتلك هذه القدرات هو الولايات المتحدة. هذه الخطوة الإيرانية جاءت بعد تقريبا أقل من أسبوع من المناورة التي أجرتها بحرية الحرس الثورة لاستعراض قدراتها الحديثة في هذا المجال، بالتحديد سفينة الشهيد هوججي مزودة بصواريخ كروز وأيضا مسيرات جديدة. هذه القدرات تمكن إيران من استهداف أي هدف في المنطقة الخليجية وفي الحدود البحرية الإيرانية، أي هدف يهدد الأمن الإيراني وأمن الملاحة في المناطق القريبة من الحدود الإيرانية. طيب سياوش، أيضا هذا يتزامن، يعني هذا التعزيزات أو هذه التعزيزات تتزامن مع إجراءات أمريكية عسكرية في الخليج. هل ممكن أن يكون يعني نحن أمام رسائل من أي نوع ولأي أطراف تحديدا، سيما ونحن نتحدث عن دلالات التوقيت؟ نعم بالتأكيد، يعني نحن أمام جملة من الاستعراضات والخطوات العسكرية الإيرانية كما ذكرت بالتزامن مع الاستفزازات الأمريكية. كما رأينا خلال الأيام الماضية هناك تسريبات وربما مناورات إعلامية من قبل الولايات المتحدة بشأن نشر جنود أمريكيين في منطقة الخليج، نشر غواصات، نشر المقاتلات الأمريكية سواء في القواعد الأمريكية في منطقة الخليج أو القواعد الأمريكية في مناطق أخرى بما فيها القاعدة الأمريكية في منطقة التنف. في المقابل إيران ردت وترد على هذه الخطوات الاستفزازية من خلال جملة من الاستعراضات والمناورات التي أجرتها خلال الشهر الماضي. يمكن القول القوات العسكرية الإيرانية انطلقت عمليا من مناورات هائلة وواسعة أجرتها القوة الجوية للجيش الإيراني في مجال الدفاع الجوي. تم الكشف من خلالها أن أحدث منظومات إيرانية للدفاع الجوي أكد من خلالها اللواء باقري أنه لا توجد قوة قادرة في العالم على اختراق الأجواء الإيرانية. تلتها المناورة التي أجرتها بحرية حرس الثورة لحماية المجال البحري لإيران، تم الكشف من خلالها عن أسلحة حديثة في مجال الصواريخ وفي مجال المسيرات. وهذه الخطوة هي خطوة أخيرة الآن التي رأيناها اليوم، الكشف عن أسلحة جديدة زواريخ مزودة بمسيرات قتالية وأيضا صواريخ تتراوح مداها بين 300 و1000 كيلومتر. طبعا رسائل موجهة للولايات المتحدة بأن القوات
العسكرية الإيرانية قادرة على حماية إيران أمام أي تحديدات، وهذه الخطوات الاستفزازية التي تقوم بها الولايات المتحدة بذريعة حماية أمن الملاحة، ولكن حقيقة لتعزيز تواجدها أمام الإيران في هذه المنطقة، إيران جاهزة للرد عليها، وأن الفترة التي والعصر التي العصر الذي كانت الولايات المتحدة فيها مسيطرة على هذه المنطقة عمليا انتهى، والآن القوات العسكرية الإيرانية لديها قوة عالية لتوفير الأمن بالتعاون مع دول أخرى، ونعرف أن جميع هذه الخطوات تجري بالتزامن مع خطوات دبلوماسية مهمة تتخذها طهران سياسيا وحكوميا ودبلوماسيا لتعزيز العلاقات مع دول المنطقة، في مقدمتها بالتأكيد تطبيل العلاقات مع السعودية. كل الشكر لك سياوش فلاح بور مراسل الميادين، كنت معنا من طهران. استشهد الشاب الفلسطيني قصي جمال معطان برصاص الاحتلال في قرية برقة في رام الله، وذلك خلال التصدي لاقتحام المستوطنين الذين أقدموا على حرق سيارات والاعتداء على ممتلكات المواطنين في القرية، ما دفع الأهالي إلى مواجهة الهجوم الذي استخدم فيه الاحتلال والرصاص الحي. اليوم مجزرة حقيقية على أراضي برقة في حرق سيارات، اغتيال من حسب شهود العيان من مسافة صفر لهذا الطفل، ويجب أن نقول طفل وتوضع المسميات الصحيحة لهذه الجرائم اللي بتتخذ. هذا ليس بشيء مستهجن في ظل سقوط هذا المجتمع الدولي الظالم الشريك في قتل أبناء شعبنا. وكان قد استشهد في وقت سابق أمس الشاب محمود أبو سعن البالغ 18 عاما برصاص الاحتلال في طول كرم، وشارك مئات المشيعين أمس في جنازة الشهيد الذي لف بالعلم الفلسطيني على وقع الهتافات المنددة بالاحتلال والمتمسكة بالمقاومة. في ملف الأسرى تواصل الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون خطواتهم الاحتجاجية إثر فرض إدارة سجون الاحتلال عقوبات جماعية ضدهن. وفي بيان أكد نادي الأسير الفلسطيني أن هذه الخطوات بدأت رفضا لعقوبات الاحتلال الجماعية بحق الأسيرات، تمثلت في إغلاق القسم والمنع من استخدام الهاتف العمومي وحرمانهم الزيارة. بالتوازي يستكمل الأسرى الإداريون الأربعة في زنازين السجن نفحة، وهم سيف قاسم حمدان وأسامة قادم دقروق وقصي جمال خضر وصالح رأفة رباعة، يستكملون اليوم الأسبوع الأول من إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. وأكد نادي الأسير أن المعتقلين الإداريين يواصلون محاولاتهم المستمرة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري، ولا يزال الإضراب عن الطعام كخيار نضالي المسار الأبرز لمواجهة هذه الجريمة. إلى ذلك أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ما يقرب من ربع عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هم معتقلون إداريون، مضيفة أن هذا الوضع غير مسبوق ومقلق لإسرائيل بحسب قولها. وأفادت صحيفة هآرتس بأن إسرائيل تحتجز 1200 فلسطيني من دون محاكمة ومن دون أن يطلعوا هم أو موكلوهم على الأدلة ضدهم. وعلى خط آخر، ورفضا للاعتقالات السياسية وتأكيدا لخيار المقاومة، نظمت حركة الجهاد الإسلامي فعالية جماهيرية في غزة. تقرير لأحمد غانم. لا في بدنا هي الحل، لا في بدنا هي الحل.
نصرة للمقاومة وتأكيدا عليها كخيار استراتيجي لا تنازل عنه في مواجهة الاحتلال، ورفضا للاعتقالات السياسية في الضفة الغربية. ترفع هذه الجماهير صوتها عاليا مؤكدة على خيار الوحدة الوطنية سبيلا لإسقاط مساعي الحكومة الإسرائيلية ومشاريعها العدوانية. خرجنا نؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى رفضنا الاعتقال السياسي ولدعوتنا المستمرة لاستعادة الوحدة وتصدي الاحتلال والتهويد والاستمرار المقاومة. الفصائل الفلسطينية جددت تأكيد عدم الرهان على المفاوضات والحلول السلمية داعية إلى وقف التنسيق الأمني وإنهاء حقبة أوسلو. قيادة السلطة عليها الخروج من سياسة المراهن على الإدارة الأمريكية وعلى ما تبقى من أوسلو البائس والتوجه نحو استراتيجية تشكل المقاومة بكافة أشكالها أحد مرتكزاتها باعتبارها القادرة على رفع كلفة الاحتلال وإجباره على وقف كل إجرام بحق شعبنا الفلسطيني. كما طالب المشاركون العالم بالضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار الإسرائيلي الذي يفاقم معاناتهم. احنا بنطالب بإنهاء هذا الحصار لأنه فعلا هذا الحصار دمر كل مناحي الحياة في غزة، جعل أهل غزة يعيشون الفقر والجوع والبطالة. إلى متى سيستمر هذا الحصار؟ لإشغال شعبنا عن مواجهة الاحتلال. وبخصوص الاشتباكات التي جرت في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، طالبت الفصائل ببقاء المخيمات رمزا من رموز العودة. إنهاء الانقسام هو الخطوة الأهم التي يجدد الفلسطينيون تأكيدها باعتباره مدخلا لتجاوز الخلافات الداخلية وأساسا لمواجهة التحديات التي تعصف بهم وعلى رأسها الاحتلال والحصار. أحمد غانم، غزة، الميادين. إلى لبنان، حيث نفت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة، وأكدت القيادة أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم، كما تشدد على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرا للحصول على المعلومات. وفي لبنان أيضا، أكد رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي أن المعطيات الأمنية المتوافرة في البلاد من القادة العسكريين لا تستدعي القلق والهلع، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطا متقدمة لضمان الاستقرار. هذا وكلف ميقاتي وزير الخارجية التواصل مع عدد من الدول العربية لطمأنتها إلى سلامة مواطنيهم في لبنان، وطلب إلى وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ الأمن في كل المناطق اللبنانية. السفارة السعودية كانت قد حذرت مواطنيها من البقاء في لبنان والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. واللافت أن تحذير السفارة هذا تصدر موقع وكالة الأنباء السعودية التي نقلت مطالبة السفارة رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، مشددة على ضرورة التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان. وأدرجت الوكالة نفسها أرقاما يمكن لرعايا السعوديين الاتصال بها للاستيضاح من دون الإشارة إلى أسباب هذا القرار. يأتي ذلك فيما أحيا لبنان أمس الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت وسط إصرار على كشف الحقيقة وإبعاد القضاء عن التسييس. وبينما يرفض بعض أهالي ضحايا الانفجار تدويل الملف، يطالب آخرون بلجنة تحقيق دولية. عباس الصباغ والتفاصيل. عام ثالث وليس ما يكشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت. أهالي شهداء أضخم انفجار شهدته المنطقة أحيوا الذكرى الأليمة وسط تساؤلات عن الأسباب التي تحول دون الكشف عن حقيقة ما جرى في الرابع من آب أغسطس عام 2020. مسار القضايا أصلا مش غلط من البداية، لما بلشت اتهامات سياسية من اللحظات الأولى كان متوقع نوصل لهون، ونحن طبعا كنا عم نناشد قاضي طارق البيطار بفترة من الفترات اللي انفصلنا فيها واخذنا موقف منه، بقينا 3-4 أشهر نناشده انه يصحح مساره حتى نستمر نحن وياه. يبدو انه الزلمه خلص راح اختار مساره. الى امام احد مداخل المرفأ حضر عدد من اهالي الشهداء حاملين صور احبتهم. نحن بعد 3 سنين بعدنا محلنا، بعد ما شفنا خيط من هالدوله، نحن مش مفروض نكون كل 4 شهر هون او كل يوم ننزل على الطريق. نحن لو عندنا دولة كريمة نحن متعزز بنقعد ببيوتنا مكرمين، ما بنتبهدل على الطرقات لنعرف مين قتل بلادنا. المطلب الوحيد الذي يتردد على ألسنة كل أهالي الشهداء هو مواصلة التحقيق بعيدا من التسييس.
سنة عن سنة عم نحس أنه عم تتعقد الأمور أكثر. نحن مطالبين غير الحقيقة، أنه عيب نحن بلبنان ومن بعد 3 سنين ما نشوف حدا بالحبس، يعني مبين القصة أنه مسيسة، بس نقطة على السطر. مشاركون في التظاهرة التي نظمها عدد من أهالي الشهداء كرروا مطالبة القضاء بإنجاز مهمته. الشهداء هولي من حقنا نحن نعرف من كان سببهم، هالأم اللي بكيت، هالطفل اللي فقد بيه، هالزوجة اللي فقدت زوجها، مفروض نعرف الحقيقة. أما آخرون فطالبوا بلجنة تحقيق دولية. نعتقد أنها تكون مستقلة أكثر من القضاء الدولي. المنظومة ما عندها، ما راح تطالب القضاء الدولي. يأمل أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت عودة القضاء لمواصلة تحقيقاته، ولعل ذلك يبلسم جراحاتهم المفتوحة منذ 3 أعوام. عندما ترجح كفة التسيسي على كفة الشفافية في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، عندها يختل ميزان العدالة ما يهدد الحقيقة بالضياع. عباس صباغ، بيروت، الميادين. بالعودة مشاهدين إلى ملف الأسرى في فلسطين المحتلة، وتحديداً الخطوات الاحتجاجية والتي بدأتها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، نتحدث عن هذه الاحتجاجات مع الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى الأستاذ محمد الشقاقي. أستاذ محمد، أهلا بك معنا. إذن بداية، أي قيود وفرضتها قوات الاحتلال على الأسيرات في سجن الدامون، وماذا أيضا عن الخطوات الاحتجاجية التي بدأتها الأسيرات الفلسطينيات، ما المتوقع منها؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد التحية لأسرانا وأسيراتنا الماجدات في كافة قلاع الأسر، بالتأكيد اليوم السابع على التوالي تخوض الأسيرات الماجدات خطوات احتجاجية في سجن الدامون الصهيوني، ردا على الإجراءات العقابية التي تقوم بفرضها إدارة مصلحة السجون الصهيونية. هذه العقوبات تتمثل في حرمان الأسيرات من زيارة الأهالي، وحرمان الأسيرات ومنعهن من استخدام الهاتف العمومي، وكذلك الحرمان من الكانتينة، بالإضافة إلى إغلاق القسم الذي يتواجد فيه الأسيرات وسحب البراطة ما يعرف بالجهاز الذي يستخدمه الأسيرات للطهي. هذا الجهاز الذي يستخدم أيضاً لإعداد المشروبات الساخنة وإعداد الطعام. كل هذه العقوبات ما زالت مستمرة لحتى هذه اللحظة على الأسيرات الفلسطينيات دون أي وجه حق من قبل إدارة مصلحة السجون. الأمر الذي أدى بإعلان الأسيرات عن جملة من الخطوات الاحتجاجية رداً على كل هذه الجرائم التي تمارس بحقهن من قبل إدارة مصلحة السجون. هذه الخطوات بدأت بإرجاع وجبات الطعام وتأخير الوقوف لما يسمى العدد، وكذلك رفض الفحص الأمني. هذه الخطوات لحتى هذه اللحظة مستمرة ومرهونة بمدى استجابة مصلحة السجون الصهيونية لمطالب الأسيرات. فيما لم تستجب إدارة مصلحة السجون، فإننا بالتأكيد أمام مشهد ساخن وأمام تصاعد وتصعيد لوتيرة هذه الخطوات الاحتجاجية التي تخوضها أسيراتنا الماجدات في سجن الدامون، رداً على الإجراءات العقابية التي تمارسها بحقهم إدارة مصلحة السجون. طب أستاذ محمد، لماذا لجأت إدارة سجون الاحتلال إلى هذه الإجراءات العقابية؟ ما الذي يسعى إليها الاحتلال من خلال هذه الإجراءات؟ تحت أي حجة؟ تحت أي ذريعة؟ لا يوجد أي سبب، إنما هذا هو ديداً هذا الاحتلال الصهيوني المجرم. نحن نتحدث عن هذه السياسات العقابية، هي تبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال، مروراً بمراكز التوقيف حتى مروراً بسجن الدامون. هذه العقوبات وهذه الإجراءات العقابية مستمرة على مدار الساعة. نحن كنا قبل أشهر قليلة على موعد مع هجمة شرسة نفذتها إدارة مصلحة السجون بحق الأسيرات، والتي طالت فيها الأسيرة ياسمين شعبان وعدد من الأسيرات، وشاهدنا كيف تم سحل الأسيرات وكيف تم نزع حجابهن في انتهاك صارخ للأعراف الدينية. كل هذه الإجراءات هي مستمرة من قبل إدارة مصلحة السجون، وبناء على تعليمات من المستوى السياسي وتحديدا وزير الأمن الداخلي المتطرف بالغفير، الذي ينادي بدهورة أوضاع الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات الصهيونية. إدارة السجون تتضرع بوجود أسباب واهية في بعض الأحيان
لكي تقتحم الغرف وفي بعض الأحيان تقتحم بدون وجود أسباب، بمعنى أن هذا هو ديدن الاحتلال وهذه هي سياسات هذا الاحتلال الصهيوني المجرم بحق أسرانا وأسيراتنا داخل السجون والمعتقلات الصهيونية. نتمنى الفرج القريب للأسيرات الفلسطينيات ولكل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأن تنتصر الأسيرات في هذه المعركة المستمرة مع هذا السجان الاحتلال الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، كنت معنا من غزة. الظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. بابا الفاتيكان في مزار فاطمة في البرتغال. من جديد أهلا بكم، ونستأنف ظهيرة من السودان الذي شهد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة جبل أولياء العسكرية جنوب الخرطوم. الناطق باسم الجيش اتهم قوات الدعم السريع بتكثيف هجماتها ضد المناطق المدنية، وكان الجيش السوداني قد أعلن عن انضمام مجموعة من قوات حرس الحدود بكامل عتادها الحربي للقوات المسلحة. نحن كقوات مسلحة ما ضد أي قبيلة أو مكون عنصري، نحن الجيش وطني قومي بأن يقفوا جنبا إلى جنب مع قواتهم المسلحة، وأيضا وفقا لقرار القائد العام لقوات المسلحة نناشد أخواننا في قوات حرس الحدود والترتيبات الأمنية. في المقابل أعلنت قوات الدعم السريع انضمام 3 من ضباط الجيش وضباط صف الفرقة 16 والفرقة 21 إلى قواتها في قطاع جنوب دارفور. قوات الدعم السريع وفي بيان لها رحبت بانحياز الضباط من القوات المسلحة، مؤكدة أنها تعمل جنبا إلى جنب معهم على إزاحة القيادات الانقلابية التي رهنت قرار الجيش وسخرته لخدمة أجندة حزب المؤتمر الوطني بحسب قولها. لذا حتم علينا هذا الأمر أن نبذل كل ما عندنا من جهد وخبرات وعلاقات من اجل تحقيق الامن والاستقرار والسلام، لان من دون امن لا يمكن ان يتحقق اي شيء، لا تعليم ولا صحه ولا اقتصاد ولا بناء دوله. لذا اعلن انا النقيب صديق عبد الله شعيبو انضمامي طوعا لقوات الدعم السريع. إلى اليمن، حيث أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم للميادين أن المحادثات مستمرة بين حكومة صنعاء والرياض، وأن الوسيط العماني يبذل جهودا كبيرة للتقدم وحل العقد. وأضاف القحوم للميادين أن التعثر يكمن في الملفات الإنسانية من فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات وإيجاد آليات مستدامة وإطلاق الأسرى وحل الملف الإنساني رزمة واحدة من دون تجزئة للتقدم في الملفات الأخرى. وأنه بغير هذا. إلى تونس، حيث اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين أن ما سمته تدخل الرئيس قيس سعيد في الإعلام العام ومؤسسة التلفزيون الحكومية سابقة خطرة. وقال بيان النقابة أن الرئيس تدخل في ترتيب فقرات النشرات الإخبارية والمضامين الإعلامية والضيوف، واصفا هذه الممارسات بأنها نوع من الرقابة الكاملة على الإعلام العام وضرب لمبدأ التعدد والتنوع والموضوعية، ولا سيما في التلفزيون والإذاعة التونسيين ووكالة تونس أفريقيا للأنباء. في جديد تطورات انقلاب النيجر، أعلن حزب الرئيس محمد بازوم أن المجلس العسكري يحتجز 6 وزراء، ونشر حزب الديمقراطية والاشتراكية بيانا أكد فيه أنه إضافة إلى احتجاز بازوم وأفراد أسرته، فإنه جرى احتجاز شخصيات سياسية أخرى و6 وزراء بينهم وزير المالية والتخطيط. من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن باريس ستدعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس لإحباط الانقلاب العسكري في النيجر. والتقت كولونا رئيس وزراء النيجر وسفير النيجر في باريس. المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس كانت قد أعلنت أن قادة جيوشها توافقوا على خطة لتدخل عسكري محتمل
في النيجر. وكانت المنظمة الإقليمية قد أمهلت المجلس العسكري 7 أيام لإعادة الرئيس محمد بازوم الذي أطيح في 26 تموز يوليو إلى منصبه تحت طائلة استخدام القوة. لدى قادة مجموعة إيكواس إصرار وتصميم على وضع حد لذلك وجعل النيجر مثالا وتأكد من أننا لن نسمح مرة أخرى بتعطيل المنطقة. لن نعلم قادة الانقلاب متى وأين سنضرب، فهذا قرار عملي يتخذه رؤساء الدول الذين سيتولون قيادة هذه العملية. كذلك أكد وزير الدفاع تشادي داوود يايا إبراهيم أن بلاده لن تتدخل في الأوضاع السياسية الراهنة في النيجر. وجاءت تصريحات إبراهيم ضمن مقابلة تلفزيونية في أعقاب إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس عن وضع خطة لتدخل عسكري محتمل بهدف إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة. وفي النيجر تدفقت حشود من المصلين إلى المسجد الكبير في العاصمة نيامي من أجل الدعوة إلى إحلال السلام، وذلك عشية انتهاء المهلة التي حددتها مجموعة إكواس حتى يوم غد. ولم تتخذ صلاة السلام التي نظمتها الجمعية الإسلامية في النيجر أي موقف مؤيد أو مناهض لخطوات المجلس العسكري في البلاد. أود أن أشكر كل من استجاب لهذا النداء، أؤكد لهم أن صلواتنا ستستجاب، لن يحدث شيء للنيجر، أي نية شريرة ضد النيجر ستنقلب على من يحملها. أدعو الجميع إلى الاتحاد، دعونا نتحد، دعونا نتجنب الانقسامات والانتماءات العشائرية الأخرى. أنا قلقة، قلقة حقا على النيجر، آمل أن ينقذ الله النيجر وأن نكون مستقلين، لهذا خرجت للصلاة. من جهتها شددت الخارجية الجزائرية على ضرورة تفعيل كل الطرائق والسبل الدبلوماسية والسلمية وتجنب خيار اللجوء إلى القوة ضد النيجر. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا، حيث أكد عطاف أن خيار القوة لا يمكن إلا أن يزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما وخطرا على النيجر والمنطقة برمتها. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تجميد الحكومة الأمريكية بعض برامج المساعدة الخارجية التي تستفيد منها حكومة النيجر. وأشار في بيان إلى أن تقديم المساعدة الأمريكية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديمقراطي واحترام النظام الدستوري، وهو ما يتفق مع الخطوات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وفق تعبيره. وأضاف بلينكين أن واشنطن ستواصل مراجعة مساعدتها الخارجية وتعاونها مع التطورات الميدانية بما يتوافق مع أهداف سياستها والقيود القانونية. اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحكومته بالوقوف وراء محاولة اغتياله في 4 أغسطس عام 2018. مادورو وخلال الاحتفال بالذكرى 86 لتشكيل الحرس الوطني الفنزويلي أشار إلى أن البيت الأبيض أوعز إلى الرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس التحضير لعملية الاغتيال، وأكد أن سانتوس قام بتمويل وتدريب مجموعة إرهابية لتنفيذ العملية. قال مسؤولون في الشرطة الهندية إن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأحرقت منازل في أحداث عنف جديدة بولاية مانيبور شمال شرق البلاد. متحدث باسم الشرطة أشار إلى أن القتلى ينتمون إلى عرقية ميتي في منطقة بيشمبور بالولاية، وقد اندلعت أحداث العنف المستمرة منذ شهور بعدما أصدرت محكمة أمرا للولاية بالنظر في توسيع امتيازات اقتصادية خاصة وزيادة الحصص في الوظائف الحكومية والمؤسسات التعليمية لأفراد عرقية ميتي. وقبل الانتقال إلى موجز الرياضة مشاهدينا، نبقى مع زيارة البابا فرانسيس لمزار السيدة فاطمة الكاثوليكي وسط البرتغال، وذلك في إطار رحلته التي بدأت الأربعاء الماضي في أجواء ما يعرف بالأيام العالمية للشبيبة. والتقى البابا في المزار عددا من الشبان المرضى والمعوقين، حيث أقيمت مراسم قداس خاص في المكان الذي يقال أن السيدة العذراء ظهرت فيه على 3 رعاة في القرن الماضي بحسب الاعتقاد الكاثوليكي. ويعود البابا إلى العاصمة لشبونة للمشاركة في ختام قداس الأيام العالمية للشبيبة. Oh, see.
ختام الظهيرة مع عدد من الأخبار المتعلقة بتغير المناخ في العالم. نبدأ من الصين، حيث أعلنت سلطات مقاطعة خيبي شمالي البلاد إجلاء أكثر من 1,200,000 شخص من المناطق التي اجتاحتها الفيضانات. ويشارك في عمليات الإنقاذ أكثر من 4,000 فريق في المناطق المتضررة. وأشارت الصين إلى أن الكوارث الطبيعية تسببت في مصرع أو فقدان 147 شخصا خلال الشهر الماضي بعد الأمطار الغزيرة التي تعد الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما والتي شهدها شمال البلاد أخيرا. وفي النمسا تعرضت ولاية كارنتن الواقعة جنوب البلاد لعاصفة رعدية شديدة مترافقة مع هطول أمطار غزيرة تسببت في حدوث انهيارات طينية وفيضانات غمرت المنازل وقطعت الطرق والسكك الحديدية. العاصفة أثرت أيضا في حركة المعابر الحدودية إلى سلوفينيا وأثارت مخاوف شديدة من انهيار السدود في مدن متعددة بالولاية. المعهد النمساوي لعلوم المناخ والأرصاد الجوية أصدر أعلى مستوى تحذير باللون الأحمر في مدن عديدة بولاية كارنتن. ومن الأمطار إلى حرائق الغابات على السواحل الإسبانية حيث التهمت عشرات الهكتارات. وأمرت الشرطة الإسبانية بعزل عدد من البلدات التي يطولها الحريق الذي يمتد بسرعة كبيرة نتيجة الرياح العاتية، ما استدعى حشد عشرات وحدات الإطفاء البرية والجوية بمساعدة فرنسية أيضا في محاولة لاحتواء الحرائق. وكانت السلطات الإسبانية قد أجلت المئات من سكان هذه المنطقة التي تمر بموسم سياحي. للمزيد من الأخبار والتقارير مشاهدين دائما زوروا موقع الميادين في شبكة الإنترنت الميادين.net باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية. شكرا دائما لطيب المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.